أهم النصائح الطبية للحفاظ على العمود الفقري والرقبة وتخفيف الأعباء عليهم والوقاية من المشاكل المتعددة اللي ممكن تصيبهم: مراقبة راحة الجسم أثناء النوم وأثناء الجلوس اللي لازم فيه القدمين تلامس الأرض، والمحافظة على استقامة العمود الفقري وتجنب إمالة العنق لوقت طويل مع وضع الشاشة والملفات على بعد ذراع من الشخص العامل، وتنظيم بيئة العمل بحيث يتناسب مع الجسم والمهام المطلوبة، مع الحرص على تغيير وضعية الجسم بشكل متكرر والعمل على السيطرة على التوتر والضغوط. ومن أهم النصائح رفع الأوزان بطريقة صحيحة بالاعتماد على استخدام الساقين في الارتكاز لحمل الوزن بدلاً من ثني الظهر، واتباع نظام غذائي صحي متنوع المصادر الغنية بالفيتامينات والبروتينات والكالسيوم مع شرب كمية مناسبة من المياه كل يوم، وطبعاً الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي. أهلاً بكم في قضية مهمة جداً هنتكلم فيها النهاردة، من ضمن قضايا مهمة جداً في عالم الألم، قضية مشاكل ما بعد الكورونا. ودي حاجة very common دلوقتي ومخيفة جداً ومزعجة. كتير جداً مرضى الكورونا بيعانوا من ألام، كتير جداً مرضى الكورونا بيعانوا من متلازمات ومن أعراض معينة غريبة وغامضة. وعلى فكرة الموضوع ده يعني العالم كله مهتم بيه دلوقتي، بوست كروما مانفستيشن، أو إذا جاز لنا أن نقول ما بعد متلازمة ما بعد الكورونا، بوست كروما سندروم. هو طبعاً سندروم دي كلمة تقيلة، متلازمة يعني أكتر من حاجة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها ردود فعل مناعية بعد الكورونا. هنفهم النهاردة وكيف يمكن التعامل معها وتفسيرها وتشخيصها، لأنه إحنا عندنا عدد الأصيب بكورونا في مصر كتير جدا جدا، سواء ظهرت عليهم الأعراض، وفي بعد كمان حاجة في ناس ما تظهرش عليهم الأعراض بشكل واضح قوي، لكن تظهر عليهم أعراض ما بعد الكورونا يحسوا بألام. هنفهم النهاردة إيه المتعلق بهذه القضية وغيرها من قضايا الألم المهمة جدا مع واحد من نجوم علاج الألم، بيسعدني دايما بحضوره وبحواره العلمي الراقي جدا وتفصيله الشرحي المتميز للغاية وأسلوبه المستنير الهادئ اللي دايما التشخيص والأساليب العلمية المبنية على الدليل هو نظام شرحي مميز جدا له. ضيف العزيز هو الأستاذ الدكتور عمرو سعيد، استشاري علاج الألم وألام العمود الفقري وألام المفاصل، مدرس لعلاج الألم التداخلي بالأكاديمية الطبية، وصاحب دكتوراه علاج الألم، وعضو جمعيات الأمريكية والمصرية لعلاج الألم والطب التجديدي، وعضو جمعية الأوروبية للسونار الحركي، وزميلة المعهد العالمي FIBB لعلاج الألم، والمدير لمراكز بينكيور لعلاج الألم. ضيف العزيز، أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن، منورني وسعيد جدا بهذه الزيارة وباختيارك بداية. هو احنا عندنا مواضيع كثيرة النهاردة، بس أنت اخترت ما يسمى متلازمة ما بعد الكورونا. حكيلي بقى إيه متلازمة ما بعد الكورونا؟ شفنا في طبعا حقيقة احنا دايما، أنا بحب جدا مع حضرتك بالذات إن احنا نناقش القضايا العامة اللي احنا بنشوفها في العيادة، واقع بنشوفه في العيادة. أنا شفت في الفترة اللي هي ما بعد كوفيد ألام مختلفة، سواء كان بيجي المريض عنده ألام عضلات، عنده ألام نتيجة ضعف العضلات وما يسببها الكوفيد أو ما يسببها حتى التطعيم أو الفاكسين ما بعد الكوفيد. أكتر حاجة أو أكتر شباب صغيرين في سن 16-17 سنة يجيلي، ودي عنده ألام في الحوض، وللأسف في درجات متأخرة من درجات الخشونة الحوض المتقدمة، ويقول لي أنا جاي ده الدكتور قال لي عملية تغيير مفصل، ويجي بنتيجة بقى تخثر في العظم عنق الفخذ اللي بنسميه علميا الـ AVN، ويبقى شكوى المريض دوت للأسف هو خلاص بيبقى مش شايف حاجة تانية. شباب صغيرين، ويمكن عندي عايز أقول لحضرتك إن أنا عامل لهم ريكورد في العيادة، إحنا والطاقم بتاعنا مقسمينهم إلى أكتر من، واصلين دلوقتي لأكتر من 600 مريض من different age، يعني سن مختلف، كل واحد فيهم عنده الدوت، والحمد لله رب العالمين بتقنيات علاج الطب التجديدي قدرنا. احنا يمكن برضو بنشوف ألام مفصل الحوض الخلفي، التهاب مفصل الحوض الخلفي بنشوفها كتير جدا، وتبقى دي حلولها بسيطة. ممكن نشوف ألام برضو زي تشبه شد عضلي مزمن في العضلات العمود الفقري، وتسبب ليها برضو بنقول عليها ألام عرق نسا، بتيجي برضو بعض المرضى. لكن أكتر مرضى شفناهم هو مرضى الـ AVN أو تخثر مفصل الحوض وخشونة مفصل الحوض متقدمة فيما بعد الكوفيد.
انا يمكن طبعا لان من اهميه الموضوع من احنا من اهميه انا دايما بقول للمريض ان الحل بيكون المريض ده رايح هو جاي هيعمل عمليه اسمها عمليه تثقيب للعنق الفخذ دوت، بيتعمل دريلينج علشان يحسن البلاد سبلاي. لكن احنا وجدنا ان يمكن دوت ويرجع الفضل ده يمكن لاول مريضه جات لي في فتره كورونا في يمكن سنه اول ما بدات على طول، هي اللي اصرت وقالت لي انا عايزه اعمل حقن قبل ما اعمل عمليه، وهي اللي اصرت قالت لي احنا مش خسرين حاجه لو سمحت اعملوا. يمكن ده هتلاقيه عندنا على الصفحه موجوده، وعملت تقرير حلو جدا ووثقنا دوت ما قبل بالرنين قبل وبعد قبل ما تيجي من الم حوض ويخشونه متقدمه في مفصل الحوض، وكان مترجح لها انها تعمل عمليه الدريلنج. قالت لي انا عايزه اجي اعمل الحقن ده، وعملنا لها حقن باستخدام عوامل النمو والاكسجين النشط والبرولوثيرابي والبرولوزول، وخدنا لله الحمد نتائج مبهره لدرجه ان هي كانت اول مره كانت جايه لي بكرسي متحرك، بعد كده بقت بالعكاز، بعد كده بقت تتحرك سليم، وعملت لنا تقرير حلو جدا. هي اللي اصرت قالت لي انا عايز اعلم الناس ان في طريقه، بيرجع لها يمكن الثواب الاول هي للمريضه ديت، وانا فاكر اسمها كويس وفاكرها كويس، كانت مدرسه بتشتغل مدرسه شابه صغيره حوالي 32 سنه. يعني بقى حالات، شفت حالات كتير جدا برضو ما بعد الكورونا بعد الكوفيد، حالات انا عايز اقول لحضرتك ان يوميا في العياده انا بيجي لي حاله او اتنين عندهم اي في ان اوستيوارثرايتس او الام في مفصل الحوض نتيجه ما بعد الكوفيد. وبتتعالج بالاساليب بالظبط؟ يعني نسبه نجاح ممكن توصل لحضرتك مثلا فوق 90%، شكه ابره صغيره عن طريق حقن السونار، استخدم الالتراسونيك علشان نوصل نعمل تغذيه لمفصل للمفصل بالكامل انتيريور بوستيريور يعني امامي وخلفي، وبناخد بيها نتائج هايله. مفصل خشونه مفصل الحوض ايه هي اساسا؟ يعني دي بتيجي احنا نفهم خشونه الركبه الحوض طبعا مفصل زي ما حضرتك عارف بيتحرك، ليه بنقول عليه بول اند سوكت، يشبه لحد كبير هو ليه سوكت بارز نايم فيه بمعنى اصح، يعني جوه حواليه كبسول بيتغذى ليه شريان واحد يبقى موجود في الفخذ عنق الفخذ اللي هو ده اللي بيغذيه عن طريق الديفيوجن او اللي هو يوصل الدم الى المفصل نفسه، وعن طريق الـ بعد كده الاربطه والانسجه اللي حواليه. المفصل دوت بيحمل تقريبا بيوزع علينا المفصل ده رئيسي في الشغل في الحركه في الوقوف، في حواليه عضلات كتيره جدا. العضلات ديت ممكن يحصل ليها برضو نفس انها تتعدي من الالتهاب اللي موجود فيها. بيمشي وراها السياتيك نيرف اللي هو عرق النفسه، بيمشي ورا المفصل، فبالتالي برضو عرضه ان يحصل له التهاب ويجي المريض يعاني من الام عرق النسه ويكون السبب فيها هو مفصل الحوض. يعني هو واصل زي ما الساده المشاهدين شايفين كده، هو بالظبط قريب جدا من المفصل، فلو حصل التهاب او في إديمة او تورم حوالين المفصل ده بيسمع يعمل الم تسميعي او يضغط على العضلات ان يعمل لها التهاب، برضو زي ما عارف حاجه بتعدي الجزء ده بيتعدي من الالتهاب والتورم اللي ممكن يكون موجود. فكل دي اسباب، يعني يجي المريض برضو عنده الام عرق نسا ولكن مش سببها عرق نسا، هو بنقول عليه عرق نسا الكاذب، نتيجه التهاب في مفصل الحوض او الاي في ان او خشونه مفصل الحوض. السؤال بقى بتاعي، ممكن يحصل جلطه تخثر دم يصيب عنق الفخذ مثلا؟ وده اشهر مضاعفه ما بعد الكوفيد، لان طبعا انت عارف الكورونا بتعمل تجلطات بالظبط كده. ودايما في البروتوكول العلاجي اللي بنوصفه للمرضى بنوصف هو بيبقى جاي على الانتي بليتلت او مضادات التجلط اللي هي البسيطه زي الاسبرين وزي بلافكس لو هو ماشي، او الحاجات اللي حضرتك عارفها طبعا. ولكن من ضمن الحاجات اللي بتساعد كتير جدا انها تحسن لي وظائف او تزود الدم الواصل، اللي احنا التغذيه اللي احنا يمكن فكرتنا جت بيها ان احنا نعمل ترويه للانسجه اللي حوالين المفصل دوت باستخدام البرولو والهايدرو ديسكشن اللي احنا ممكن نعمله للجزء دوت، والبرولوزون اللي هو الاكسجين النشط مع البرولو، فناخد ترويح احسن واسلوب افضل في العلاج. وممكن نجنب المريض ان هو يدخل اصلا غرفه العمليات بنسبه بتوصل حوالي 80% من الحالات. الام والتهابات الحوض ايه اسبابها؟ في اسباب كتير، احنا قلنا الحوض عامه هو طبعا في عضلات، في اربطه، في عظام، العظام دي في اكتر من عظمه بتبقى فيها التقاء مع بعض، في حوض، في بالمناسبه في مفصل حوض العادي وفي مفصل الحوض الخلفي، لازم الناس برضو تبقى عارفاه. بنشوفها كتير جدا في
عدة أسباب، دايما إحنا بنشخص طبقا لمصدر الألم ومدة الألم وشكوى المريض. طبعا من ضمن برضو الأسباب اللي بنشوفها في بعض المرضى هي متلازمة ألام ما بعد الجراحات، ودي برضو بتسبب ألام أسفل الظهر في بعض المرضى وتسبب ألام الظهر عامة دي برضو، وممكن تعمل ألم تسميعي في الحوض في بعض المرضى، ودي بنشوفها برضو من ضمن الأسباب. في أنواع للألم؟ أنواع أكيوت وكرونيك ولا بتقسمهم إزاي؟ إحنا بنقسم الألم عامة إلى ألم حاد اللي هو ما بعد إصابة وألم مزمن. والألم المزمن ده نفسه هو كمان ليه تقسيمه، يعني هو في ألم مزمن مثلا لفترة أكتر من 6 شهور ما بعد مصدر الألم الرئيسي، في ألم بقاله سنين اللي هو عمل بصمة للألم، وبصمة الألم دي يتوجب هي نفسها كمان يتوجب لها العلاج. لا استنى بقى، حتة بصمة الألم اشرحها للناس، يعني إيه بصمة الألم؟ أي ألم دايما العصب اللي بينزل هذا الألم بيبقى بيكون بروتين. هو طبعا لو احنا شبهنا إن الألم إن نقل الإحساس هو عن طريق شجرة، فيبقى في ورق الشجرة دي هي مستقبلات الألم، فروع الشجرة دي هي الأعصاب اللي بتبقى ماشية، وجذر الشجرة اللي هو جذور الأعصاب إلى أن يوصل إلى المراكز الرئيسية في المخ في العمود الفقري في السباينال كورد الأول والمخ عشان تخزن ذاكرة الألم. أي المخ بيخزن كل ما يمر عليه من تجارب حياتية بنحصل عليها، من كتر ما بيبقى فيه استثار بيتكون بصمة للألم، بصمة الألم سواء كان على مستوى العصب أو على مستوى المستقبل أو على مستوى جذور الأعصاب أو في المخ، وتتخزن قريب جدا من الشخصية لدرجة أنها ممكن تغير من شخصية الشخص. ونلاقي ناس بتتغير دي من كتر ما العيان أو مريض بيتعرض لألام مزمنة لفترات طويلة، بيتحول لإنسان عصبي. الألم بيخلي إنسان عصبي، بيخليه مكتئب، بيخليه أجريسيف، صح، بيخليه عنيف، يعني ردوده عنيفة. تخيل حضرتك إن من أهميته إن ممكن يعني استغفر الله العظيم يخرج الإنسان من ملة من كتر ما عنده ألم. الناس بتقدم على الانتحار بسبب إنه عنده آلام لفترات طويلة. في حكاية إقلام الانتحار بتاع الألم ده مشهور أوي في العالم الغربي. بالظبط، عشان كده تخصص يعني. تخصص علاج الألم تخصص مهم جدا، مهم إن هو فعلا يعني أنا شايف إن هو من حبي فيه إن هو أوجد حل للمرضى دول، إن إحنا نلحق يعني نقدر إن إحنا نشيل عنهم الآلام المزمنة دي. إزاي بقى نعالج؟ يعني إيه الاحتمالات العلاجية؟ احتمالات العلاج حسب مصدره، بعد ما بنشخص مصدر الألم فين، هل هو فعلا ألام في العضلات ولا هي ألام في المفصل نفسه، مفصل أي مفصل من مفاصل الحوض، سواء كان مفصل الحوض الخلفي ولا مفصل الحوض الأمامي اللي بيحصل فيه زي ما قلت حضرتك الـ FN ما بعد كورونا، أو إن يبقى مصدر دوت في العصب من الأعصاب. كل واحد من دول بعد التشخيص، بعد ما بنشخص المريض بنوجه له العلاج بتاعنا. العلاج ممكن ما يبقاش، ممكن يبقى تداخل بسيط بيتم، ممكن يبقى علاج دوائي، علاج طبيعي وتأهيل لأن احنا أحسن وظيفة المفصل دوت بالتأهيل والعلاج، ممكن يبقى حضرتك بالأدوية زي ما قلت لحضرتك، ويجي دور الانترفينشن ما قبل، دايما نقول للمريض احنا خطوة ما قبل الجراحة. اللي احنا شايفينه ده انزلاقات غضروفية، ده عادي، مريض بسيط بيعاني من فاسيت ارثروباسي، عنده خشونة في مفاصل جار فقرات، ودي برضو من ضمن الحاجات او من ضمن الاسباب اللي ممكن تيجي تعمل معايا الم تسميعي لألم اسفل الظهر. برضو بتعمل الام اسفل الظهر، العضلات اللي احنا شفناها الصورة الاولانية، العصب الساتك، كل ده عرق النسا والبيريفور. ايه الجديد بقى؟ الجديد زي ما قلت الجديد في جديد، في جديد تاني ولا هو ده اخر الجديد؟ هو ده يعني يعتبر احدث حاجه شفناها زي ما قلت حضرتك كده ما بعد الكوفيد. يبدو ان الكورونا ستكون يعني زي ما بيقولوا الحاضر دائما، حتى لو كان حاضر غائب بنفسها او بمضاعفتها، يبدو ذلك. لا اكيد الكورونا عليها علامات استفهام كثيره جدا وكبيره جدا، ستظل عليها علامات استفهام. انا واحد من الناس يمكن لو تابعتوا كلامي من أول ما الكورونا ظهرت في العالم لغاية دلوقتي هتفهموا حاجات كثيرة جدا جدا. وده طبعا أنا إحنا كأطباء يعني إحنا ما بنهسش، زي ما بيقولوا صوتنا مش عالي، بس الكورونا كل من هب ودب كان بيفتي فيها للأسف. وباء لابد من احترامه. هو يعني نتيجة تقدم التكنولوجي يمكن ظهر هذا الفيروس الغريب، ولكنه لابد من احترامه. بلاش نظرية المؤامرة، لا ده فيروس وليه تداعيات
والبشرية بتتأقلم عليه، فبالتالي ظهرت هذه الأمراض الجديدة اللي احنا ما شفناهاش، أو يمكن وتباعا هنشوف يمكن كل في تخصص هتلاقي حضرتك حاجة جديدة بتحصل. بس عليها علامة استفهام غامضة برضه. طبعا نورت وشرفت. شكرا جزيلا. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عمرو سعيد، استشاري علاج الألم وألام العمود الفقري وألم المفاصل، ومدرس علاج الألم التداخلي بالأكاديمية الطبية، وصاحب دكتوراه علاج الألم، عضو جمعية الأمريكية للطب التجديدي والمصرية لعلاج الألام المزمنة، والجمعية الأوروبية للسونار الحركي، وصاحب زمالة المعهد العالمي لعلاج الألم، والمدير لمراكز بينكيور لعلاج الألم، كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق، ماذا بعد الكورونا؟ قصة مثيرة جدا ومزعجة للغاية ومنتشرة. خليكم مع الدكتور.